أهلا بحضراتكم من جديد. التغطية مستمرة، الحرب على الإرهاب مستمر حتى منذ 30 يونيو فض اعتصامي، طبعا كان نقطة الصفر اعتصامين ربع والنهضة. وعايز أقول لحضراتكم إن إحنا أثناء هذه التغطية منذ الساعات الأولى من هذا الصباح النهار بتكشف مع حضراتكم، الكاميرات متواجدة بتجوب الشوارع، بتجوب المحافظات، بتجوب حتى الأماكن اللي بيشاع عنها إن هي مصدر قلق، مصدر تجمعات للتيارات الإرهابية، مصدر تجمعات للأنصار الإرهاب. طبعا الأمر ده بيؤكد نقطة واحدة، إنه لا يدع مجال لأي شك إن هذه الدعوة كانت فارغة، لم يكن هناك استجابة من أي نوع لأي اتجاه لأي عنف متواجد النهاردة. طبعا الأمر على العكس كان من ناحية الدولة، استنفار إداري، طبعا غرفات كثيرة جدا أو غرف كثيرة جدا لمتابعة الأزمة، على رأسها طبعا غرفة عمليات مجلس الوزراء، وطبعا وزارة الصحة عندها غرفة عمليات، إلى جانب اتصالات اللي احنا عملناها مع حضراتكم وتابعناها أثناء التغطية من المترو ومن السكك الحديدية. وكافة محافظات مصر بتوضح بالفعل نتيجة زي ما قلت لحضراتكم أنه الاستجابة لهذه التجمعات لم تكن يعني واضحة تماما لدعوات العنف، لم تكن ظاهرة في أي تواجد حتى من الشارع. سمعنا كلام كتير بقالنا يومين بنسمع أنه من بعد صلاة الفجر هيكون الدعوات والتجمعات على عكس المعتاد بعد صلاة الجمعة، لكن الأمر ده لم يكن كان يساوي صفر، لم يكن هناك أي تواجد من أي نوع. صحيح وزارة الداخلية كانت حذرت منذ الصبح، والصورة زي ما قلت لحضراتكم وأعيد وأزيد، الصورة قدامكم بتوضح المشاهد وكم الويندوز المفتوحة على يميني ويساري متواجدة، بتوضح بالفعل انه لم يكن اي شيء يذكر. طيب ونروح اكتر عشان نتعرف، نشوف مع زميلنا او زميلي همام مجاهد من جسر السويس. اتفضل يا همام، الكلمة معاك. الآن في ميدان الألف مسكن، حيث الأوضاع تبدو طبيعية عدا ما قامت به قوات الأمن قبل صلاة الجمعة من إغلاق لشارع جسر السويس أو طريق جسر السويس، بالإضافة إلى إغلاق جميع محاور ومخارج أو الطرق المؤدية إلى ميدان الألف مسكن. كما تشاهدون في هذه الصورة، قوات الأمن تغلق هذا الطريق من خلال إحدى المدرعات التي تقف في منتصف الطريق وتغلقه من هذه الجهة، أيضا من الجهة الأخرى تغلق قوات الأمن، بالإضافة إلى مدرعة تابعة لقوات الجيش تغلق هذا الطريق بالكامل، أغلقته قبل دقائق قليلة من قيام صلاة الجمعة ومن أداء صلاة الجمعة، تحسبا لهذه التظاهرات التي دعت إليها ما تسمى بالجبهة السلفية والتي أيدتها جماعة الإخوان من ما أسموها بانتفاضة الشباب المسلم. كما تشاهدون ربما في هذه المنطقة وفقط يبدو هذا الاستنفار الأمني، عدا ذلك فإن الأوضاع تبدو طبيعية. صباح اليوم كنت في ميدان المطرية، الأوضاع تبدو طبيعية للغاية، هناك تفقدات أمنية أو قوات الشرطة والجيش يقومان بعمل تفقدات أمنية في هذه المنطقة بالكامل. من المعروف أن هذه المناطق هي مناطق يعني تقبع فيها نسبة كبيرة من جماعة الإخوان ومناصري جماعة الإخوان، هناك اشتباكات دائمة الحدوث في هذه المناطق في الجمعة السابقة منذ عام ونصف، وحتى ربما الأسبوع الماضي أيضا كانت هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وبين متظاهرين تابعين لجماعة الإخوان في هذه المناطق، لكن اليوم يبدو أن الأمور أهدأ قليلا حتى هذه اللحظة. ربما يكون هناك تظاهرات في الساعات والدقائق القادمة، لكن حتى هذه اللحظة تبدو الأمور طبيعية. ما حدث صباح اليوم، هناك حادثان ربما اخترق هذا الهدوء. الحادث الأول فجر اليوم عندما قامت السلطات الأمنية بإلقاء القبض على إحدى المركبات الأجرة وهي وتحمل عدد من الأعلام أعلام داعش، وأيضا تحمل إحدى الأسلحة الآلية، ألقت قوات الأمن القبض عليها في ميدان المطرية. صباح اليوم أيضا قام مجهولون بإلقاء أو بضرب النار أو باستهداف إحدى القيادات الأمنية من قوات الجيش برتبة عقيد، وقامت يعني تم استشهاده على الفور، وأيضا في هذه الحادثة جنديان تم نقلهما إلى المستشفى العسكري في كوبري القبة. عدا هذان الحادثان يبدو أن الأمور تبدو طبيعية في هذه المناطق. قوات الأمن كثفت وجودها أمام الحادث الذي وقع في طريق جسر السويس وليس في هذه المنطقة، ولكن على امتداد هذه المنطقة في مكان بالقرب من إحدى الفنادق التابعة للقوات المسلحة. ربما تشاهدون في هذه الصورة إحدى الدوريات الأمنية التي تمر في هذه الصورة والتي تمر يعني بين الحين والآخر تمر هذه الدوريات في
هذه المناطق لتأمين هذه المناطق التي اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية واعتاد مناصروها حدوث أو إحداث اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. لكن أعود إليك وأقول أن حتى الآن الأوضاع تبدو هادئة للغاية عدا إغلاق الطريق وإغلاق ميدان الألف مسكن من قبل قوات الأمن وبمساعدة قوات الشرطة قوات الجيش عفوا في هذه المنطقة. طيب شكرا همام. الصورة يعني أبلغ تعبير وأصدق أنباء من أي بيانات أو دعوات. طيب اللي معانا دلوقتي زميلتي هبة الليسي من مدينة نصر. اتفضلي يا هبة الكلمة معاك. أن الدعوات التي قيلت أنه سيكون هناك أن التجمع سيكون عقب صلاة الجمعة قوبلت أيضا يعني بعدم التصديق ولم يكن هناك حشد كما حدث عقب صلاة الفجر هذا اليوم. يعني نشاهد في هذا الجامع خلف مسجد الإمام في مسجد الإمام في مدينة نصر ليس هناك يعني أفراد يعني عقب صلاة الجمعة انتهى الجميع من الصلاة وذهب كل منهم إلى منزله. يعني لم يكن هناك حتى تجمع أو حشد صغير في هذا المسجد. يعني قوات الشرطة من جانبها هناك ما زال الاستنفار الأمني من قبل قوات الشرطة تأتي إلى تمر على معظم الجوامع قبل صلاة الجمعة. يعني إلى في هذا الجامع مرت سيارات الشرطة وسيارات مكافحة الشغب من أمام الجامع للإطمئنان على الحالة هنا في هذا الجامع. وعقب الصلاة أيضا جاءت قوات الشرطة للإطمئنان ويعني وتتبع الأمر هنا في هذا الجامع وتمر أيضا على معظم الجوامع هنا في مدينة نصر. الحالة المرورية ما زالت السير المرورية تسود معظم الشوارع. حالة الهدوء مسيطرة على المكان. يعني ويبدو أن الدعوات التي يعني نشاهدها ويعني ونسمع عنها منذ أيام ما هي إلا دعوات وليس لها صدى على في الشوارع. نعم هبة ده مكان آخر من مدينة نصر. وهبة الليثي كانت متجولة معانا الصبح كانت في الحسين ونقلت لنا صورة وكان بالفعل الشارع عادية كأنه فعلا يوم جمعة عادي. عمر الطلاوي من بني سويف وتجول وضع حركة مع دوريات الشرطة هيقول لنا ايه الصور وايه المشاهد الحقيقية. اتفضل يا عمر. يعني نحن هنا في محافظة بني سويف تحركنا مع كل أمني تحرك من مديرية أمن بني سويف لتمشيط الشوارع المحافظة مكون من قوات الشرطة وقوات الجيش. يعني هذا الكل أمني يعني يطوف كافة شوارع بني سويف للتأكد على الحالة من الحالة الأمنية وأن يطمئنوا أيضا على عدم خروج أي مظاهرات التي دعي إليها اليوم. وحتى الآن يعني الأمور كلها بخير في محافظة بني سويف. يعني الأوضاع هادئة تماما كأي يوم جمعة عادي جدا. انتهت صلاة الجمعة وعقب صلاة الجمعة لم تخرج المظاهرات التي دعي إليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين اليوم. عايز أضيف بس يعني عمر أن هذا الكل كمان بقيادة مدير أمن محافظة بني سويف. نعم هناك انتشار كبير للكمائن في الميادين الرئيسية في محافظة بني سويف والشوارع التي يعني تأخذنا إلى الطريق السريع من محافظة بني سويف. انتشار مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة للتأكد من الحالة الأمنية في المحافظة. يعني والحالة الأمنية هنا مستقرة تماما وهناك حالة رضاء كبيرة من المواطنين في الشارع لما تقوم به المجهودات القوات الداخلية وقوات الجيش في المدينة. ويعني ويطمئنون أيضا على أن الحالة هنا في محافظة بني سويف مستقرة وأنهم راضون تماما عن ما يعني ما يحدث الآن. ونتمنى يعني أن يستمر اليوم على هذا النحو في هذه المحافظة. واحنا كلنا بنتمنى برغم انه يوم يعني سبقته ارهاصات كثيرة جدا لكن بنتمنى ان ينتهي على خير. شكرا لك عمر الطلاوي من وضع هذا الوضع الحركي مصطحبا احدى الجولات والدوريات الشرطه اللي بتجوب بني سويف زيها زي كل الدوريات المتواجده في كافه محافظات الجمهوريه النهارده بجانب تمركز وده الجديد اللي تم تمركز قوات في اماكن الاحداث او اماكن اللي كانوا يشاع انها بتصاب بنوع من الاشتباكات الجوامع الاماكن المكتظه اللي فيها تجمعات لانصار الارهاب. لكن النهارده بقى بجانب ذلك بقى في دوريات متنقله وعمر من بني سويف نقل لنا الصوره وكيف يتم هذا التجول. هنروح لشبرا. اتفضلي امل. اتفضلي امل. من نحن
الآن في منطقة شبرا الخيمة من أمام أحد المساجد، مسجد التقوى، منذ الصباح الباكر والأوضاع مستقرة نسبيا. قوات الأمن منتشرة لدى مداخل ومخارج منطقة شبرا الخيمة، هناك مجموعات قتالية مستعدة داخل أقسام الشرطة سواء كان قسم أول أو قسم ثاني شبرا الخيمة. هناك 7 مساجد على مسافات متقاربة في منطقة شبرا الخيمة، هم مساجد التقوى والتوحيد ومسجد محمد عبده والمصطفى ومسجد كريستال ومسجد الشريعة. أكثر المساجد المسيطرة عليها الجماعات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين هما مساجد التقوى والتوحيد ومسجد الشريعة. ولكن الملفت للانتباه يا أستاذ أيمن أن خرجت مجموعات من جماعات أو المحسوبة على جماعات القوى السلفية أمس بلافتات تعلن عدم مشاركتها وعدم مسؤوليتها عن أي تظاهرات تخرج اليوم في منطقة شبرا الخيمة، حيث أكد عديد من الأهالي أنهم شاهدوا عدد كبير من جماعات القوى السلفية تقف تحمل لافتات كبيرة كتب على معظمها نحن غير مسؤولون عن التظاهرات. البعض الآخر كتب لن نخرج في تظاهرات اليوم بمنطقة شبرا الخيمة. البعض أعلن عدم مسؤوليته عن خروج أي تظاهرات أو أي شخص يقول أنه من تبع الجماعات الشرعية أو جماعة السلفية في منطقة شبرا الخيمة. أيضا قوات الأمن على في قسم أول وثاني هم على تواصل مع مديرية الأمن والقوات الأمنية، بحيث أنه في أي وقت احتاجوا لتعزيزات أمنية تصل إليهم في وقت قصير. أيضا دوريات الأمنية في منطقة شبرا الخيمة تجوب الشوارع المحيطة بالمساجد للتأمين ولإثبات الاستقرار لدى مواطنين منطقة شبرا الخيمة. طب يا أمل، المواطنين بقى يعني خاصة أن شبرا معروف أنها منطقة يعني إلى حد كبير مكتظة بالناس، أهالينا وإخواتنا، الحركة طبيعية كأن يوم جمعة عادي. ميدان المرور بمنطقة شبرا الخيمة الحركة المرورية فيه سهلة ومتيسرة، المواطنين جاءوا لصلاة الجمعة بشكل عادي وطبيعي سواء من النساء أو الأطفال أو من الشباب وكبار السن. أيضا النساء تحدثوا إلينا عن أن الأجواء طبيعية وأنهم لا يخشون أي دعوات للتظاهرات. أيضا كبار السن تحدثوا عن كيفية خروج تظاهرات في هذا التوقيت وأن الشعب المصري هو كله لحمة واحدة وأنه لن يستطيع أحد إخافة المواطنين حتى للنزول لصلاة الجمعة ومحاولة استخدام المساجد اللي هي الأقرب لقلوب المواطنين خاصة يوم الجمعة في النزول واللجوء إليها. أيضا مجموعات تحفيظ القرآن من الصباح الباكر متواجدة داخل المساجد الموجودة بمحيط منطقة شبرا الخيمة، تحديدا مسجد كريستال عصفور حيث تواجدت مجموعة كبيرة من النساء المحفظات للقرآن الكريم داخل المسجد لتعليم القرآن، وكان هناك حضور كبير من النساء والأطفال الحقيقة. شكرا لك يا أمل، صورة كما كانت من شبرا. خلينا أقول لحضراتكم بعض الأخبار العاجلة اللي بتتم على لسان المتحدث الرسمي، لكن خليها بعدين نشوف دلوقتي أحمد فضل من الفيوم. خاصة الفيوم النهاردة كان لقاءين مع حازم المحافظ حازم عطية الله ومدير الأمن الشافعي أبو عامر، وأجراهم أحمد فضل. كيف كانت الصورة بعد هذه المقابلات وأيضا يعني إن كانت هناك أحداث بعد صلاة الجمعة؟ أيمن، يعني كما كان قبل الصلاة أيضا هو بعد الصلاة، ربما كان هناك توتر فقط من جراء العبوتين الناسفتين اللتان كانتا هنا في بندر الفيوم واللتان تم تفكيكهما من قبل قوات الحماية المدنية. لكن حتى الآن كما أكد لنا وأكدت لنا بعض المصادر الأمنية هنا في مديرية أمن الفيوم، حتى الآن لم يخرج أي تظاهرات سواء من الميادين أو من المساجد الكبيرة هنا بمحافظة الفيوم. الوضع هادئ تماما، انتشار أمني مكثف، انتشار لقوات الحماية المدنية أمام المنشآت الحيوية وأمام المنشآت العامة، يجري تأمين هذه المنشآت طوال اليوم ومنذ أمس أيضا تم تأمينه. هناك تمركز كبير لقوات الجيش
والشرطة أمام الأقسام وأمام مديرية أمن الفيوم. أنا الآن أقف بميدان السواقي وهو أحد أشهر الميادين الموجودة هنا في محافظة الفيوم. هذا الميدان هو هادئ تماما، هناك بعض المارة الذين يتجولون بطريقة طبيعية جدا، هناك سيولة مرورية مثله مثل أيام الجمعة. هناك بعض التخوف من المواطنين من هذه التظاهرات، ولكن كان تمركز قوات الأمن والانتشار الكثيف لقوات الأمن في ربوع المحافظة رسالة طمأنة لشعب أو أهالي الفيوم بأن قوات الأمن تقوم بحمايتهم، وأن مهما كانت التظاهرات ستتصدى لها قوات الأمن. انتشار للعملاء السريين، انتشار للكلاب المدربة وخبراء المفرقعات المدنية. كما ذكرت أيمن، الوضع هادئ تماما. كانت هناك جولة لمحافظ الفيوم ومدير أمن الفيوم قبل الصلاة، والآن من المتوقع أننا بعد الصلاة رأينا توزيع المهام على القوات الشرطة بالانتشار في كمائن ثابتة وكمائن متحركة هناك للقبض على أي من المشتبه بهم من الذين يدعون لتظاهرات اليوم. الوضع هادئ تماما ومطمئن حتى الآن هنا في محافظة الفيوم. قد يكون هناك بعد الصلاة أو بعد ساعة أو أكثر خروج للتظاهرات، ولكن حتى الآن نؤكد أنه لم يكن هناك أي تظاهرات لأنصار النزول في 28 نوفمبر. شكرا لك أحمد من الفيوم، وبتؤكد الصورة وتؤكد المعلومات أنه الحياة تسير طبيعي جدا. شكرا لك أحمد. نذهب إلى وسط القاهرة، داليا أشرف من المهندسين. اتفضلي يا داليا، إيه الأوضاع دلوقتي إن كانت هناك أي نوع من أي حركة مختلفة أو مغايرة عن الطبيعي ليوم الجمعة؟ انتهت صلاة الجمعة وخرج المصلون في يعني هدوء تام، حتى أننا لم نشهد وجود أي مسيرات أو مدهرجات انطلقت من المساجد المحيطة به هنا في منطقة المهندسين. لم يعني نشهد أي تظاهرات أو ترديد لهتافات أو رفع لشعارات لأعضاء تنظيم الإخوان. الحياة طبيعية تماما، خرج المصلون في هدوء تام كما يخرج كل جمعة في الفترة السابقة. تتواجد أو تتمركز قوات الأمن في المناطق الحيوية، تتمركز قوات الأمن من الجيش والشرطة في جامع مصطفى محمود، تتمركز أيضا في الشوارع الحيوية كشارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي ومنطقة ميدان لبنان وغيرها من الشوارع الحيوية في منطقة المهندسين. أيضا يوجد اليوم نقاط تفتيش متحركة وثابتة للمرور، وذلك لتفتيش العربات تحسبا لوجود قنابل أو فيما شابه ذلك. هناك يعني أيضا تقوم يعني طائرات الجيش بتحليق في السماء، وذلك تمشيطا للمكان وتأمينا له. بشكل عام الحياة طبيعية، حتى أن هناك سيولة في الحركة المرورية. خرج المواطنون بشكل طبيعي بعد صلاة الجمعة للتنزه أو أيضا للتسوق. لا يحدث أي شيء يعني مريب، أو لم يحدث أي تظاهرات أو مسيرات كما كنا يعني نتوقع. شكرا لك داليا أشرف من المهندسين. وتابعنا مع داليا أيضا قبل الصلاة مع بداية هذا اليوم، ما كانش فيه أي حاجة تذكر. أحمد عبد الرازق من إمبابة، تفضل يا أحمد، هل الصورة اختلفت قبل الصلاة؟ أيمن، بعد التحية، بالفعل كانت صلاة الجمعة، الوضع قبل صلاة الجمعة كما ذكرناه كانت حركة السيارات والمارة هي الحركة الاعتيادية في الشوارع، ثم أقيمت صلاة الجمعة والتي كانت تدور عن حسن الأخلاق وعن مكارم الأخلاق التي يدعو إليها الدين الإسلامي السمح الحنيف. وعقب صلاة الجمعة في معظم مساجد إمبابة والوراق خرج المصلون في أيضا بتحركاتهم الاعتيادية، إما إلى منازلهم
وإما إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم. حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها لم تخرج أي مسيرة أو تظاهرة أو أي ظواهر من هذا القبيل على خلفية هذه الدعوات التي دعي لها بشأن ما يسمى بالثورة الإسلامية أو يوم الشباب المسلم وما إلى ذلك. ولكن على العكس رأينا الناس يتحركون بتحركات اعتيادية التي يمارسونها في حياتهم التقليدية يوم الجمعة. يضاف إلى ذلك وربما أهم من ذلك هي التعزيزات الأمنية التي تطوق هذه المنطقة من كل المنافذ والمداخل والمخارج والنقاط الحيوية. أيضا هناك نقاط أمن، نقاط تمركز غير اعتيادية في أماكن غير اعتيادية، بالإضافة إلى الطور الأمني أو الدوريات الأمنية التي تجوب المنطقة لتمشطها من آن لآخر. وأيضا كإجراء احترازي أجريت بعض التحويلات المرورية التي تقوم بتحويل السيارات والمارة بعيدا عن المناطق الحيوية تجنبا لأي أحداث. هذا هو المشهد في مناطق الوراق وأمبابة حتى الآن. إليك أيمن. بستمر معك مع الصورة يا أحمد. طبعا كوردونات أمنية يعني احترازية طبعا للمنشآت الحيوية، الممتلكات الدولة، ممتلكات المواطنين طبعا تفاديا لأي أحداث عنف. لكن في الواقع هو ما فيش أصلا تجمعات، ما فيش تظاهرات، ما فيش استجابة للدعوات اللي تمت على مدى الأسبوع الماضي، على مدى اليومين. استنفار طبعا، استنفار كان على أعلى مستوى من الناحية الأمنية، استنفار من الناحية الإدارية من كافة المنشآت الحيوية. النهاردة زي ما قال رئيس الوزراء من الأمس والنهاردة الصبح طبعا أثناء غرفة عمليات مجلس الوزراء، أنه التعليمات أعطيت لكافة المديرين المحافظين كل الإدارات أن تعمل بكفاءة كأنه يوم طبيعي وسط الأسبوع، طبعا لسرعة اتخاذ القرار في أي موقف. لكن زي ما قلنا لحضراتكم بعد الصلاة لم يختلف الموقف قبل الصلاة، كان هناك ترقب أنه يكون في أمر بعد الفجر، لكن لم يحدث ترقب وجود أمر أو عنف بعد أو تجمع أو استجابة أو أي شيء بعد الصلاة، لكن لم يحدث. بنكشف بالصورة، والصورة أصدق أنباء من أي كلام أو أي معلومات أو أي بيانات. طبعاً من خلال جولة مراسلينا اللي تجولوا ده المشهد الموجود معنا دلوقتي، الناس نزلت بالأعلام المصرية ده في الإسكندرية، ودي الصورة اللي الناس نزلت بالأعلام المصرية، الأعلام المصري، عشان مقابل اللي قالوا انهم ينزلوا ويرفعوا المصاحف. وطبعا كان الأزهر ووزارة الأوقاف كانوا ليهم بيانات بتشدد على حرمة بيوت الله، بتشدد أيضا على حرمة مقدسات زي قدسية المصحف الشريف، أنه لا ينبغي استخدامه أو استخدام بيوت الله في أغراض سياسية أو شعارات سياسية. ده اللي ينفع يرفع اللي هو العلم، ما ينفعش يرفع حاجة تانية أو صورة إلى آخره، اللي هو سياسة للسياسة والدين للدين. ودي نقطة كانت واضحة ورسالة هامة جدا أثبت عليها وركز عليها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وزي ما تابعنا حتى اغلب الخطب النهارده في الجوامع، قال مراسلنا في امبابة احمد عبد الرازق اغلب يعني الخطبه، واحنا كنا اجرينا اتصال قبل الصلاه في التغطيه مع احد الشيوخ الافاضل في وزاره الاوقاف، وقال ان في المجمل التركيز سيكون على سماحه الدين الاسلامي، سماحه المسلم، سماحه الخلق الطيب اللي بيتمتع به المسلم، سماحة الوطنية المصرية بشكل عام، سماحة الطبيعة المصرية والهوية المصرية اللي بيتمتع عليها بعيدا عن أي أحداث عنف أو جر لعنف أو جر للبلد أو جر للوطن اللي احنا عايشين فيه. دي الصورة ودي الأعلام، وسمعنا فعلا أن فعلا الناس هينزلوا بالأعلام المصرية عشان يعبروا لأي حد مضاد بيحاول يخرب، بيحاول يدمر، بيحاول يفتت، بيحاول يكون عدو من الداخل. كفايه علينا اعداء الخارج، هم احنا يعني عارفينهم ايا كان بقى، دول، مخابرات الى اخره، والاحداث، ومصر بتعيش فعلا حرب على الارهاب. فبالتالي دول رساله للي بيحاربوا بالداخل. ادي الاعلام المصريه، هي الاعلام اللي جمعت المصريين يوم 25 يناير،
هي الاعلام اللي جمعت المصريين يوم 30 يونيو، هي اللي بتجمع المصريين دلوقتي، حب الوطن، حب العلم، حب لكل رمز بيوحد الوطن ده، بيحرص عليه، بيشتغل، هو ده الهدف اللي عليه نتوحد في هذا البلد. طبعا صورة أبلغ، صورة مغايرة تماما لما كان مفترض أو عندهم مخيلات إن هم يكونوا عليه الموقف. بدل ما كان تجمعات واستجابة لأنصار الإرهاب، لتجمر، لدعوة تخرب، لدعوة تضرب الناس، لدعوة أحداث عنف، أصبحت الصورة دلوقتي مغيرة تماما، بدون دعاوى، بدون دعاوى، بدون بيانات، بدون رسائل محرضة، نزل المواطن المصري بالإعلام، نزل المواطن المصري بالإعلام بدون أي رسالة وبدون أي طلب، نزل بالإعلام. ويمكن دي اسكندرية، بس اسكندرية صورة مصغرة للي، وكتير من المصريين، كتير من المصريين دلوقتي شايفين المشهد ده، حابين هما كمان ينزلوا ويمسكوا الاعلام يقولوا فعلا دي الرساله بتاعتنا. يعني المشهد انقلب والصوره انقلبت، بدل ما كان هما متوقعين احدث عنف وتجمهر، اصبحت الصوره المواطنين انفسهم نزلوا يقولوا رساله بدون ما ياخدوا بيان أو كلام او حاجه. فنزل المصريين على عكس الصوره اللي كان البعض متخيلها. الصور المتجمعة أمام حضراتكم دي بتعبر عن رسالة واحدة، إنه محصلة استجابة لأي ضرر لمصر كانت صفر، محصلة الاستجابة لأي ضرر للمواطنين المصريين كانت صفر، محصلة الاستجابة والتزييف بالدين كانت صفر. إذن الصورة أصدق أنباء وأصدق من أي كلام ممكن يتقال، والصورة أصبحت مغيرة. بدل ما كان مواطنين، مش هنقول مواطنين بقى دول، يعني الناس اللي كانوا عايزين يضربوا ببعض او يضربوا الناس او يخربوا البلد، الناس اللي كانوا انصار الارهاب اللي كانوا نازلين يخربوا او نازلين يتجمهروا او نازلين مستغلين الاحساس اللي زي ما كانوا بيقولوا في البيانات بتاعتهم، يستغلوا التعاطف الديني لدى الشباب وحماستهم، اصبحت الصوره بالنسبه لهم بعد لم يستجب لهم حد، اصبح هم بالفعل عايشين في جزر وعقول معزولة عن الواقع. نزل المواطنين على عكس تماما، على العكس تماما بالأعلام المصرية، بتأييد لوحدة الوطن، بشكر وتقدير للجيش والشرطة وتقدير لكافة اللي بيحمونا في هذا اليوم، اللي بيقفوا ضد مصلحة مصر ومصلحة الوطن. طبعا اللي عايز اقوله كمان لحضراتكم انه زي ما انتم شايفين الحركه المروريه انسيابيه في اسكندريه، وده نموذج، وده الطبيعي في اي يوم جمعه اللي بيتم، الحركه بتخف، الناس نزلت في الشوارع، وده تاكيد كمان ان الناس ما حدش خاف، ما حدش حصل له رهبه ولا قلق، ولا حد ترقب كده وقعد يتفرج على شاشات التلفزيون وقال استنى اشوف هقضي مشواري، هزور العيله الفلانيه، هزور قريبي، أو هستعمل أي مواصلات. لا، الناس نزلت طبيعي، وده الطبيعي لأي نشاط بيتم اجتماعي يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة في الأغلب بيبقى يوم راحة، ويبقى فيه بالأغلب يعني نشاط اجتماعي، زيارات عائلية، أو نشاط تسويق اللي هم يعني بيشتروا مقتضيات البيت في هذا اليوم، أو حتى للتنزه والخروج بالأسر المصرية. فالصورة أصبحت الآن تؤيد الأمور اللي بتتخذها الدولة. وطبعا الانتشار اللي كان واضح منذ من أول أمس بصراحة، واستلام للجيش للمنشآت الحيوية وممتلكات الدولة، وعمليات التمركز بشكل كبير، بالإضافة زي ما قلنا لحضراتكم وتابعنا أكتر من مشاهد عبر كل محافظات مصر، تابعنا أنه كان هناك دوريات بالإضافة إلى التمركز، يعني تمركز الجيش والشرطة، وبالإضافة إلى ذلك كان في كماين ونقاط تفتيش، وده يعني أمر كان ماشي بكل دقة وإتقان، تحسبا لأي شيء، يعني مفيش حتى محاولة لو حد فكر أنه يهرب حاجة في أي عربية أو يفلت من الكمين الفلاني هيلاقي كمين تاني،
لو فلت من ده او ده في دوريات بتلف وتشوف. وطبعا كان مطالب منا كمواطنين احنا يعني نبص لهذه الاجراءات على انها بتحمينا، مش حد يعترض عليها ولا يقول انه ده فوق المعتاد، لا فوق المعتاد، لان احنا بنحارب الارهاب، بنحارب عدو من الداخل فكان لازم ناخد الاحتياطات الواجبه، بنحارب عدو من الخارج. وطبعا اذا كانت العيون منصبه على محافظات مصر النهارده، على اسكندريه، على الفيوم، على بني سويف، على بورسعيد، على اسيوط، على كل محافظات مصر، لكن هناك واجب وتقدير ومجهود وحرب دايره بتتم في سيناء، وده ايضا مجهود كبير. طبعا في بعض البيانات اللي قالها متحدث باسم وزاره الداخليه السيد اللواء هاني عبد اللطيف، اللي قال ان احنا ابطلنا اي مخطط للفوضى والعنف دعت اليه الجماعات المتطرفه المخربه، واللي كان بيقول ان هو كان مخطط بعد صلاه الفجر. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي يعني بعد الصلاه، بعد صلاه الجمعه اللي كان مفترض الكل بيبقى ايده على قلبه كمصريين عموما من اي احداث عنف بتحدث، حدث العكس واصبح المشهد بصوره لم يكن يتوقعها احد، لم يكن يتوقعها من دعوا للدعوات دي، لم يكن يتوقعها حتى المصريين ان هم ينزلوا يمسكوا الاعلام المصريه. طبعا المتحدث باسم الداخليه سيد اللواء هاني عبد اللطيف قال ان احنا ابطلوا حوالي ما يقارب من مفعول 7 عبوات محليه الصنع، وده كان عسر عليها في محافظات مختلفه، وده نوع من اليقظه المطلوبه واليقظه الموجوده. وانا بعتقد النهارده جميعا انه الثقه اذا كان في نوع من فقدان الثقه او عدم الثقه او قوه الثقه زادت النهارده في التنظيم. وطبعا في شيء جديد كتير جدا بيتم، معلومات استخباراتيه، محاولات استباقيه، وده واضح النهارده على الارض، يعني احباط مفعول عبوات ناسفه محليه الصنع بكذا محافظه عندنا حسب البيان لوزاره الداخليه، القاهره، اسكندريه، الشرقيه، بني سويف، وتم ابطالهم، وتم القبض كمان حسب بيان وزاره الداخليه على 125، ده اخر رقم وصلنا، 125 من عناصر تنظيم الاخوان الارهابي المحرضين على اعمال العنف. و طبعا موضحا حسب البيان انه تم رصد استقرار الحاله الامنيه بالشارع المصري، موضحا التنسيق الكامل بين الجيش والشرطه لتنفيذ التامين الكامل لاجهاض اي محاوله لترويع المواطنين او تجدير الامن العام. اضيف كمان انه طبعا حسب الصور الحركه الانسيابيه بتسير في كافه شوارع محافظات مصر، اللهم إلا في طبعا بعض المناطق بيتم كردون حولها زي منشآت حيوية زي الأجسام ومديريات الأمن، مباني المحافظات إلى آخره، لكن بيتم تحويل مجرى الطريق حتى يستمر كيوم عادي. السكك الحديدية عادت للعمل، ايضا محطات او المترو بكفاءته بيسير كالمعتاد، وده كان اتصال مع المتحدث باسم المترو النهارده كلمناه قبل الصلاه، كلمناه عشان نشوف اي استعدادات او في اي مخاطر، وقال ان في كاميرات بتوضع كاغلب المناطق. ميدان التحرير بطل احداث 25 يناير و30 يونيو الحركه الانسيابيه، هناك ما يقارب من 21 مدرعه عسكريه متواجده، طبعا تحسب لاي عمل العنف يتم اغلاقه، لكن الى الان لم يحدث ما يعني او ما يدل ان يعني الامور تسير افضل من الطبيعي، مش طبيعي بس افضل من الطبيعي. يعني حتى اللي بيفكر ينزل دلوقتي وشايف او خايف او قاعد مترقب قدام التلفزيون ممكن يحدث شيء او يحدث اي حاجه، الصوره توضح، الصوره ابلغ واصدق انباء كما قال ابو تمام من زمان، الصوره اصدق انباء من الكتب، من الـ يعني التفسيرات، من التحليلات، الصوره توضح هذا الكذب وهذه الاستجابة الخاوية التي تساوي صفر. مين ومين كان هيستجيب؟ هل طبعا
ودي أسئلة بنطرحها مع المحللين مع السادة المشاهدين، هل فعلا التنظيم الأمني الجيد والمخابراتي الشاق على الذي تم على مستوى أفشل وأجهد كل هذه الأمور، ولا هل بالفعل وصلت الرسالة لمن يريدون هدم هذا الوطن، وصلت لهم الرسالة إن هم الدولة على أتم الاستنفار الأمني والإداري والمعلوماتي إلى آخره، فبالتالي ده كان رسالة حذر ليهم، فبالتالي تجنبوا وتفادوا هذا الأمر. بعض الإجابات دي وجدناها في مثلا أحاديث مراسلين زي أمل صالح لما قالت في شبرا أنه بعض المصلين لما خرجوا البعض منهم أعلن أنه مش عايز يشترك، مش عايز يروح أحداث عنف. وطبعا بعض الطيارات الدينية وأحزاب الدينية وبعض الرموز الدينية زي السيد برهامي لما قال ما حدش ينزل في أحداث عنف، ما حدش عايز ينزل يخرب البلد، ما حدش ينزل، ودع الناس أنها تفكر وتعمل إلى آخره. هل الأمر إذا بعدنا عن الأمن يذهب إلى ناحية سياسية، بمعنى إذا كان يريدون أن يكون لهم ثقل في البرلمان القادم وأن يكون ده نقطة حوار ونقطة حديث، بما أننا يعني تواجدنا في الشارع فعايزين نتواجد بعد كده في البرلمان ويبقى لينا حصة إلى آخره. طبعا البرلمان لسه مفترض هيكون قبل شهر مارس إن شاء الله، يعني قبل المؤتمر الاقتصادي نتمنى إن شاء الله أنه يتم، ولكن قانون تقسيم الدوائر بيتم إعداده دلوقتي وقريبا سيخرج إلى النور ما يقارب من أسبوع إلى أقله، بيوضع هذا القانون بشكل حسب الكثافة السكانية. يعني قانون تقسيم الدوائر اللي بيفكروا إن هم يكونوا ليهم حصة في البرلمان القادم ده اختيار المواطن المصري، ودي ناحية بحتة، لكن إنه جزء منه إنه تقسيم الدوائر بيتم حسب الكثافة السكانية بحيث إنه كل واحد يعرف هو بينتخب مين، هو بيشوف مين. طبعا الصورة من التحرير، ده التحرير كأي يوم جمعة موجود في مرورية انسياب في المرور، في يعني حتى أنا عايز أضيف كمان إنه إذا كان هناك احنا بنقول في مدرعات وغيره موجودة ما بتعوقش حركة السير، يعني إن تم إغلاقها في مناطق معينة يعني لا تعوق حركة السير. بعد الفاصل هنقف دلوقتي، هنلتقي مع دكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات بالأهرام وسيادة اللواء إيهاب يوسف. أترككم مع صورة واستقبل ضيوفي للحديث والتحليل على كثير من الأسئلة اللي طرحتها مع حضراتكم.
الحقيقه يعني احنا خلينا نبص لقدام، خلينا نبني، خلينا نصطف، خلينا كل يوم كل يوم العالم بيحترم هذا الشعب وبيعرف ارادته، والعالم فاهم كويس قوي انها اراده شعب بيبني بلده. كنت مهتم بالسؤال عن المدارس مع جميع المحافظين، خصيصا على المدارس والاطمئنان على الحاله التأمينيه للمدارس. بلا شك، لان احنا عملنا النهارده منظومه عشان بقى الحوادث اللي كانت بتجرى لحالات بعض المدارس، وكانت موضوع كبير الحمد لله. الكل النهارده نزل، والكل اعتبر على اساس نقفل بقى الملف ده، مش يعني موضوع بسيط. لكن انا عشان كده كنت باكد على الفكر ان المحافظ مسؤول عن هذه المدارس، ان المحافظ هو الاجهزه التنفيذيه بدءا من الناظر، انه بيخلص المدرسه بيسلمها للناظر، لان لو كل ناظر او كل مدير مدرسه بص لمدرسته ما اظنش يبقى فيه الحوادث دي خالص.
الله.